محمد اوال طريقة جميلة باش خدع الكرة النيجيري باباتون دي. هذه محاولة فادت فريق الرجاء دائما البحث على لاعب متحرر. باباتون دي دخل داخل المعترك طريقة جميلة. الحكم في كور ضربة جزاء لفائدة الرجاء ضربة جزاء لفائدة الرجاء. والأكيد صاحب يعني هذه ضربة الجزاء يمكن نقول بذكاء كبير النيجيري باباتون دي، مراوغة جميلة وفنية كيتمكن من الدخول داخل المعترك. لاحظوا المراوغة ديال باباتون دي، يعني لاحظوا كانت هناك عرقلة، يعني لاحظوا الرجل ديال اللاعب رضوان الريحاني. وقلت بأنه باباتون دي كان ذكي لأنه يعني بالمراوغة ديالو كان يمكن كينتظر غتكون هناك يعني غيكون هناك الدفاع ديال المدافع، وبالتالي ضربة جزاء لفائدة فريق الرجاء والفرصة من أجل إضافة الهدف الثاني. يوسف قديوي وجها لوجه مع يحيى الأزهري. يوسف القديوي وكيسجل الهدف الثاني في المباراة، والهدف الثاني ديال يوسف القديوي بألوان فريق الرجاء. 2-0 للرجاء الرياضي البيضاوي في هذا المواجهة عن الدورة 18 أمام بلدية وجدة. الهدف اللي كيجي كما قلت من نقطة الجزاء. لاحظوا يوسف القديوي بذكاء كبير كيوضع الكرة في الجهة اليسرى لمرمى الحارس يحيى الأزهري. صبح النتيجة 2-0. ثاني نقول بأنه